السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير حبايبي اخواتي، اغلى حاجة في حياتي. اهلا بكم في قناتي، قناة يوميات نونا بنت الصعيد. دلوقتي طبعا الجو بدأ يدفي شوية، والايام اللي فاتت كان طبعا الجو بارد جدا جدا، والكلام ده بيعرض طبعا الطيور او البني ادمين ليه طبعا تعب، وتغيرات الجو دي صراحة بتبقى الفيروسات منتشرة فيها بشكل اكبر زي ما قلت لكم قبل كده. فاحنا والله عايزة اقول لكم اني انا وعيالي تعبانين وبنكح جدا جدا جدا، وتقريبا كده يعني في فيروس اكيد يعني منتشر في جسم حلا، علشان حلا سخنة جدا جدا جدا، وحاسة ان هي عندها التهاب في الحلق. تمام، انا على فكرة ما كشفتش ليها، بس الصراحة بديها لبوس خفض الحرارة ومسكن الالام. عايزة اقول لكم بقى اني انا ذبحت الفرخة، لاني زي ما قلت لكم في الفيديو الشورت ان انا صراحة من اول امبارح حسيت ان الفرخة دي كاشة، والنهاردة كمان حسيت ان هي مش قاربة على الاكل وما طلعتش من المكان اللي انا دبيتهم فيه زي باقي الطيور. المهم بقى لو لقيت لا قدر الله اي مشكله عند الطيور هبدا الصراحه اذبح على طول، فيعني اللي هو ايه اتعلمت الحمد لله من التجربه اللي فاتت. فلا طبعا مش هستنى خالص اني الطيور بتاعتي تموت خساره، لا طبعا انا عندي هنا الطيور كلها ينفع تتذبح. فحتى لو ذكر البط ده والنتايتين برضو لقيت فيهم حاجة اكيد طبعا هذبحهم واستفاد بيهم، وانضف الطيور دي واحطها في التلاجة. وانا الصراحة سألت المرة اللي عدت الطيور دي يكون فيها حاجة فيها خطر يعني على عيالي او ضرر، قالوا لي لا، اول طبعا ما بتتعرض للمية المغلية لو فيها اي فيروس لا قدر الله او بكتيريا بتتكتل على طول. تمام، ان شاء الله باذن ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. دلوقتي بقى انا بقى لي يومين بالظبط بديهم الرفع المناعه ومستخلص التوم، وكمان بديهم الغسيل الكلوي. تمام، وان شاء الله باذن الله خير، بس اكيد طبعا هطلع وانزل عليهم النهارده وبكره كده وهشوف الاخبار ايه. زي ما قلت لكم لو لقيت اي تغيرات ان شاء الله باذن الله هبدا اذبح على طول، مش هستنى ان اعالج. يعني انا المره دي بقى مش هعالج فعلا، يعني لو لقيت اي تغيرات على طول ايه السكينه بتاعتي جاهزه. لايك وشير بقى كتير للفيديو، اللي اول مره يشوف القناه ينزل تحت الفيديو يعمل اشتراك للقناه ويفعل زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. وانا والله العظيم الفتره اللي فاتت دايما كنت بقول للطيور يعني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله كربنا بيسترها علينا. انا عايزه اقول لكم بقى اني انا اهملت فيهم اليومين اللي عدوا صراحه، يعني كنت بنسى ما ابيتهم من بدري، كنت تقريبا اخليهم على السطح كده والله وبنسى فعلا، يعني اللي هم اخليهم على السطح لحد مثلا الساعه 11 بالليل. تمام، فهم ممكن يكونوا طبعا تعرضوا لدور برد او مثلا فيروس من درجه الحراره المنخفضه. تمام، اتمنى طبعا كومنت بدعوه حلوه بصراحه الحل وراحه البال، واللي بيمر طبعا بالتجارب دي يقول لينا ايه الحل، ازاي طبعا احاول ان انا احصن الطيور بتاعتي من اي امراض او اي فيروسات، وخصوصا طبعا في فصل الشتاء. تمام ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم خير. دلوقتي بقى لو معاكي علف حاولي تقللي بقدر الامكان من كميه الاعلاف للطيور، علشان طبعا احنا عارفين ان الاعلاف دي فيها سموم فطريه كتير، فحاولي بقدر الامكان انت تديهم خلطات، خصوصا بقى لو معاكي بط زي كده. يعني الفراخ ممكن تديها علف لان الفراخ اصلا اكلتها ضعيفه مش زي طبعا أكلة البط. تمام، أنا كده كده بصراحة يعني قلت إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هدبح ذكر البط اللي هو خليط المسكوفي ده. دلوقتي بقى دبحت الفرخة من الفراخ البلدي، وان شاء الله باذن الله يعني زي ما قلت لكم لحد بكره كده. مش عارفه ليه حاسه ان الفراخ والبط كده والطيور كده حاسه ان هي دايخه، مش عارفه بصراحه. بصوا انا حاسه ان هما دايخين، اللي هما بصوا في الوقفه كده بتاعتهم مفيش اتزان. انا زي ما قلت لكم يعني اي تغيرات من خلال اليوم النهارده اكيد هقول لكم عليها، ولو بكره برضو في اي تغيرات هقول لكم عليها، وهقول لكم بقى على الاعراض اللي بتظهر عندي. تمام،
يعني الفرخه اللي انا ذبحتها دي عرضها ايه يا حنان؟ عرضها على فكره، انا طبعا اتعلمت زي ما قلت لكم من التجربه اللي فاتت، ودايما بقول لكم التجربه خير دليل. في حد هنا دخل عندي في الكومنتات وقال لي لا على فكره المنجار بتاعها لونه كده، لا مش لونه كده، انا مربيها طبعا دي من عمر اليوم وعارفه لونها كويس. فالحمد لله انا عيوني على الطيور دايما، يعني بقعد معاهم مثلا ساعه او اتنين في اليوم، فبكون عارفه طبعا الوان الطيور كويس جدا جدا، دي حاجه. والحاجه التانيه كمان اني لما الطيور تلاقي الفراخ او البط قللت من استهلاك الاكل، ولقيتيها كده دايما مرفونه في مكان لوحديها، ما فيش يعني نشاط وحيويه عند الطيور، تعرف ان في مشكله على طول، مش محتاجه الصراحه يعني دي كلام. الطيور بتاعتي اللي هي الفراخ طبعا خصوصا كانت بتطير، يعني بتطير فوق الدكه وبتطير فوق السرير وبتطير فوق الستار، بقالها اكتر من اسبوع لا ما بطيرش خالص، لا على الدكه ولا على الستار وكده، اللي هو ايه، انا حاسه زي ما قلت ليكم ان هم عندهم خمول شويه. وزي ما قلت ليكم دي ده بيبقى نتيجه عن درجه الحراره المنخفضه لو في الشتاء، انما لو في الصيف ولقيتي طبعا درجه الحراره عاليه جدا جدا والطيور برضو عندك في عندها خمول وكسل، هتلاقيها برضو من درجه الحراره العاليه، لازم بقى تنزلي بمشاريب في الصيف. يعني بصوا الصيف يمكن يكون اسهل من الشتاء لو انت معاكي مكان مثلا محجوب عن الشمس، ونزلتي دايما للطيور بتاعتك بالمشاريب اللي هي طبعا النعناع والقرفه والقرنفل والليمون والحاجات دي كلها على فكره، والعصير البرتقال، الحاجات دي كلها على فكره بتقلل من درجه الحراره بتاعت جسم الطيور، تمام، بتخلي يعني الطيور ما تحسش بدرجه حراره الجو. طب في الشتاء، في الشتاء طبعا اهم شيء التدفئه، التدفئه وان انت تشبعي الطيور كويس، ما تخليش الطيور جعانه، ودايما تشتغلي برضو روافع مناعه، مضاد حيوي، في الشتاء دايما تدي الحاجات دي، وحاولي بقدر الامكان برضو في الشتاء تدي مضاد سموم لو انت بتدي علف، علشان طبعا كتر السموم في الجسم بيقلل مناعه الطيور، تمام. زي ما قلت لكم والله بحاول بقدر الامكان اني انا اقول لكم عن المعلومات اللي انا بستفاد يعني من التجارب بتاعتي بستفادها، تمام. اسفه جدا والله يعني مش قادره اتكلم، عارفين اللي هو دور البرد ده مؤذي في الشتاء بصراحه. الحمد لله على كل حال، ربنا يشفينا ويشفي كل المسلمين اللهم امين. اللي هو عارفين يعني انا بقالي اكتر من كام يوم كده مش قادره الصراحه اصور خالص عند الطيور هنا، لاني حالة تعبانة، وكان عيد ميلادها طبعا اللي متابع القناة التانية، فبصراحة اني هو كنت مشغولة يدوب، بس كنت بعمل، بصوا الذكر عايز يكسر على البطة، بصوا بما ان هي بقى قبل التكسير كده ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يحسن بين ايدينا وايديكم، يبقى خلاص كده هي بدأت حتبيض معانا ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. بس طبعا الطيور اللي ما بتقبلش التكسير بيبقى كده خلاص هي ايه، لسه فاضل يعني فتره علشان تبيض، تمام. انا اول مره الصراحه اشوف الذكر بيكسر، انا قبل كده كنت جايله لكم الذكر البط بدا، بس هو عايز يكسر على الاثنين ما شاء الله عليه. طب بص يعني انت كسر واحده واحده عشان ايه، ان شاء الله باذن الله خير. مش عارفه بقى اسيبهم في مكان وحديهم زي ما كنت عامله في الاول، ولا اسيبهم كده مع باقي الطيور على السطح وهو هيكسر عليهم. ربنا ان شاء الله باذن الله يدينا خيرهم ويكفينا شرهم يا رب، اللهم امين. اللهم اني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بس مش هقول تاني حاجه، هم في حفظ الله اكيد طبعا. المهم بقى اتمنى طبعا ان الفيديو يكون فاتكم باي معلومة انا اعرفها، وان شاء الله باذن الله
يكون طبعا باقي الطيور بصحة جيدة، وانا خلاص كده ذبحت الفرخة اللي هي طبعا كانت كاشة معايا. طيب احنا لو انا مش عايزة اذبح الفرخة مثلا، فرخة معايا بتبيض، نصيحة مني تذبحيها، يا اما بقى تعزليها اصلا من الطيور وتعالجيها لوحديها، تمام، وتدي باقي الطيور برضو علاج، تمام. لحد هنا طبعا الفيديو بتاعنا يكون خلص. لايك وشاركتي للفيديو، واللي اول مرة يشوف القناة ينزل تحت الفيديو يعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. مع السلامة يا اخواتي، باي باي.